توالي تلميذة طالبة راهي الآن تعقف في مادة الرياضيات. ننتظر مثل كل الأولياء من أمهات وأباء، قلوبنا أيضا تخفض على توقيتهم. نحن البر هنا مرتاحين علاش؟ لهذا التواجد الأمني ما شاء الله عليه، فيه وعي مجتمعي، حتى الآباء والأمهات هنا فيه وعي مجتمعي بأهمية هذا الباك، بأهميته أنه يكون إن شاء الله في تبسة، يكون صفر غش، الأجواء فيه نظام، ما شاء الله يعني رانا الحمد لله رانا نشوفوا هنا في تواجد الأمن بكثافة، وذلك لتعزيز المركز الامتحان اللي هو ثانوية الهادي خذيري حي جبل الجرف. الحمد لله الأمن هنا راهو حاضر بقوة. أمام مراكز الامتحان راهو ما كان والو. تبقى نتمنوا توفيق لأولادنا وأخواتنا.